السلام عليكم. النهاردة مشرفني عم عطية أبو خليل من أمهر عازفين المزمار، ومشرفني أخوه عم أحمد أخو عم عطية أبو خليل، والشرقية منورة البيت الفني النهاردة في بيت المتواضع لصناعة آلة النهوة وصناعة آلة الكولة. والنهاردة هم مشرفيني، وعم عطية ده على فكرة صديق عمري من 30 سنة يعني، فحبيبي. والنهاردة سهرة جميلة في البيت الفني، نبدأ السهرة بإذن الله تعالى النهاردة 28/4/2015. طلع طعم.